السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم لاباس؟ كدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال جيده. مرحبا بكم معنا مره اخرى في مطبخ الاخوات، لمنهج جديد، فيديو جديد، فيديو رائع غادي نقدمه معكم كما كتشاهدوا. بعجينه واحده، جوج ديال التشكيلات اللي هما هماويين، كيجيو رائعين، كيذوبوا في الفم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش لي لايك وتابعونا الى اخر الفيديو بحول الله. بالنسبه للمقادير هذه الوصفه غادي نحتاجوا 5 ديال البيضات كما كتشوفوا. الا كانوا البيض كبير ديروا غير 4 ديال البيضات، انا عندي بيض تقريبا شويه صغير. درت 5 ديال البيضات. عندنا قريصه ديال الملحه، جوج كيسان ديال السنيده مع مريش. كما العاده كنبداو نخلطوا، يعني كنبقاو نديروا المقادير وكنبداو نخلطوا شويه بشويه. جوج كيسان ديال الزيت، كنعاود كنأكد عندنا 5 ديال البيضات يكونوا متوسطين. الا كان البيض كبير ديروا غير 4 ديال البيضات. قريصه ديال الملحه، جوج كيسان ديال السنيده مع مريش، جوج كيسان ديال الزيت. نبداو نخلطوا مزيان مزيان. جربوا هذه الحلوه، هذه كما قلت لكم راه بعجينه وحده غادي نقدموا معكم جوج ديال الاشكال اللي هما غزالين صراحه، بنان كيحمروا الوجه. غادي نديروا دابا الكونفيتور، يعني تقريبا جوج ديال المعالق كبار ديال الكونفيتور. الكونفيتور كيزيد كيعلك الحلوه. جوج معالق كبار، يعني الواحد مزيان. انا كتشوفوا بانني ما درتش المعلقه، الواحد مزيان يكون سخي، حنا المغاربه معروفين بالسخاوه ديالنا. هنا كما كتشوفوا عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو، وعندي ربعه ديال اللوز، راه حمرتهم بجوج، قرملتهم بجوج، قليتهم وطحنتهم. كتلاحظوا بانني ما خليتهمش حتى تعلكوا مزيان، يعني غير بحال غير طحنتهم وصافي، ما خليتهمش حتى تعلكوا مزيان. بالنسبه للكاوكاو ولا اللوز راهم مقليين، يعني كنبقاو نزيدوا شويه بشويه. غادي نضيفوا عليهم كما كتشوفوا معايا جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. جوج ديال الساشيات. كنعاود كناكد عندنا هنا 500 غرام ديال الكاوكاو مقلي، و 250 غرام ديال اللوز حتى هو مقلي، مطحونين بجوج. عاد في الاخر غادي نزيدوا عليهم واحد العنصر اللي هو غادي يضيف هالده، وغادي يعجب، وغادي يضيفها صراحه طراوه، وغادي يخليها كتعلك. غادي نزيدوا هذا الكاوكاو هذا تقريبا كامل، كاوكاو الخليط ديال الكاوكاو واللوز كما كتشوفوا راهما مطحون ما مسحوقينش مزيان، يعني غادي نبقاو نزيدهم شويه بشويه باش فاش نكونوا كيفاش تكون الحلوه ملي كطيب ملي كنبداو نعضوها، يعني كتبقى داك التقرميشه في الفم. بالنسبه للكونفيتور كيزيد كيعلكها كما قلت لكم. دابا غادي نزيدو كما كتشوفوا ربعه ديال الكوك. الكوك حتى هو كيعطيها واحد الذا، يعني صراحه ما كتوصفش. دابا درنا كما كتشوفوا درنا نص كيلو ديال الكاوكاو مقلي، ربعه ديال اللوز حتى هو مقلي، وعندنا ربعه ديال الكوك. داكشي علاش استعملنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت، حيت الكوك كينشف. وانا عارفه بان غادي تقولوا بان كاوكاو ولا اللوز يعني ملي كيتقلاو راه كيطلقوا لدام، ولكن بالنسبه للكوك كينشف، داكشي علاش درنا جوج ديال الكيسان ديال العنبه. دابا راه خلطناهم مزيان، دابا غادي نديروهم نعاود تخلطو مزيان. كتشوفوا بان راه باقا يعني ما تجمعاتش، ولكن غادي نديرهم في هذاك البانيو وغادي نخليهم في الثلاجه حتى تجمع لينا. انتما كما كتشوفوا راه هي تجمعات، وغادي نبداو نخدموها. دابا غادي نديروا كما قلت لكم جوج ديال الشكيلات بعجينه وحده. الشكل الاول كما كتشوفوا كنديروا يدينا في المزهر، غادي نديروا الكويره الاولى، وغادي نديروا غادي نزوقوها بواحد اللوزه. والشكل الثاني انتما كما كتشوفوا، والشكل الثاني كنزوقها باللوزه كما كتشوفوا. والشكل الثاني كما غادي نديرو بحال الشكل ديال المعلكه ديال الكاوكاو، يعني غادي نمرمدوها في سكر كلاصي سبيسيال. ها نتوما تابعونا ان شاء الله، ونتمنوا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تابعوا حتى لاخر الفيديو، ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش ابوني بالنسبه للناس باقي ما تابوناش معاونا عندنا في لاشين. بالنسبه لهذه اللي درنا فيها سكر كلاصي سبيسيال كنضغطوا عليها واحد شويه وكنكملوا حتى الاخير الحلوه ديالتنا، وتابعونا حتى الاخير.
لما شفتوا الحلوه ديالنا راهي وجدات، طيبناها في الفران على درجه حراره 180 درجه. ها انتم الحلوه راه باقا سخونه وباقا معلكه كما كتشوفوا، صراحه جات غزاله، جات بنينه صراحه، كتذوب في الفم. كما قلت لكم حلوه هماويه، ممكن انكم ديروها في المناسبات الكبرى. كما قلت لكم بعجينه وحده خرجنا منها جوج ديال الشكيلات كتجي مفقعه. بالنسبه لهذه اللي في اللي درناها في السكر كلاصي، الا كنتو غادي تستعملوا الفران ديال البوطه شعلو غير من التحت، وكديروها من التحت حتى كتبدا تفقع، عاد كتطلعوها الفوق باش كطيب. بالنسبه للاخرى اللي درنا فيها اللوز، هو كيف شوفي من الداخل كيف جات معلكه. الكونفيتور كيزيدها الذا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من لي لايك، ما تنسوناش بالدعم، والى اللقاء وعواشركم بروكه.